طلعت هو الحمد لله على سلامته. وينك قريبة؟ أنا بالمكتب مري ناطرك. يلا أهلين. كمان صار لازم ترتيب جديد. كيفك يا أستاذ أحمد؟ أهلين أستاذ عدنان، والله محضر لمرافعة بكرة. يا ريت تترك الشغل بين إيديك وتأجر الشغل لبكرة. أستاذ عم حاول خلص شغل بكرة لأنه بعد الظهر ما رح أقدر أجي. لا تجي بكرة بعد الظهر، ومرافعة بكرة كمان بلاها، وأنا بلاقي طريقة لأجل القضية. أستاذ أنا بعرف إني قصرت بشغلي الفترة الماضية، بس من هاي اللحظة فيك تعتبرني مجند عندك، يعني متفرغ تماماً للمكتب، وكل التقصير اللي صار رح نستدركه، وعد. لا لا أبداً، أنت بحياتك ما قصرت، حتى أخطائك ما بتوقف عندها، بس أنا بدي إياك اليوم ترتاح. أوكي على راحتك أستاذ، يعني حضرتك بتحب تكلفني بشي تاني؟ لا لا أبداً ما في أي شيء، وإذا في شيء تاني بكرة بنحكي فيه. حاضر. اتفقنا؟ يعني أنا ما فهمت حجي، مين هاد وشو بدك منه؟ والله شلون بدي أوصف لك يا ما بعرف يا زهورتي، يعني فينك تقولي رجال أجدى، عقلاته بخضه، مريض بالوهم، أهبل، هيك شي يعني. إذا أهبل ومريض بالوهم خدوه على شي مصحة، أنا شو علاقتي؟ علاقتك إنه هذا البني آدم بده يخرب بيتي. طيب وأنا كيف فيني ساعدك؟ يا عيني عليكي، راح اقول لك هذا يا ستي اعملي جهدك تدحوشي فيه، عرفي لي منه بشو عم بفكر، شو عم بيساوي، شو بده يعمل بالضبط. حجي بصراحه هالشغله صعبه علي كثير، يعني انا بحياتي ما عملت هيك شيء. سهورتي بزعل منك. ها هاي شغله سهله عليك كثير كثير، تسلاي انا بعرف ما في شيء بالدنيا بيصعب عليك. اعتبري علاقات عامة، علاقات خاصة إذا بدك. طيب تكرم عينك، قل لي مين هذا الرجال وكيف بقدر أوصل له؟ سهل كتير، عن طريق أخوك طارق. شو؟ أخي أنا طارق؟ وأخي شو بيعرفه بهذا الزلمة ومن وين لوين؟ نور عيوني، أخوك طارق بيحب بنته لكمال، اسمها يارا، ويارا